وأولى فقراتنا هايدي خلينا نحكي اليوم عن موضوع بهم كتير من الطلاب يلي عم يتهيئوا للامتحانات الفصلية، وطبعا تعديلات كتيرة طرحتها وزارة التربية. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل، والنماذج الجديدة يلي فيها كتير من التعديلات هل سيطبق بشكل عام ليكون لدى الطلاب القدرة على التعود على هي النماذج بالامتحانات العامة، وكيف يتم تهيئتهم بشكل كامل؟ أكيد، يعني بداية نتمنى كل التوفيق والنجاح لطلابنا بتحضيراتهم لامتحاناتهم. ومثل ما ذكرت يا فرح، اليوم التعديلات يمكن أثارت ضجة كبيرة بين الطلاب، خصوصا إذا عم نحكي عن طلاب الشهادات. يمكن أسلوب الحفظ البصم هذا ما عاد ينفع، يمكن لازم يصير في انتباه، في تفكير، في تذكر أكثر بالمواد. اليوم رح نوضح أكثر شو هي التعديلات، شو المواد اللي طرقت عليها، كيف اليوم ننظم وقت طلابنا بالدراسة، وكثير من التفاصيل يلي رح يخبرنا عنها ضيفنا لليوم الأستاذ محسن سعيد، وهو مشرف تربوي ومدير مدرسة ابن كثير الدمشقي العامة. أهلا وسهلا فيك أستاذ، نورتنا. يسعد صباحك أستاذ، وكل عام وأنت بألف خير يا رب. أهلا وسهلا فيك اليوم وأنت بألف خير. قبل ما ندخل بتفاصيل نماذج الأسئلة وشو هي التعديلات، خلينا نحكي عن هي التغييرات يلي طرأت على المدرسين بشكل عام لحتى ندخل بهي التفاصيل. يعني نحن أولا بداية هذا العام لاحظنا وجود نماذج أسئلة جديدة. هذه النماذج هناك لابد من هذا المعلم والمدرس أن يغير من نمط الأسئلة التي كان يضعها باستمرار. هذا النمط الجديد لا يختلف كثيرا، على الطالب وعلى المعلم أن يتماشى مع هذه العملية كونها عملية تطويرية، هي تحديث للأسئلة. المعلم لديه أن يكون الخبرة كي يتمكن من وضع هذه الأسئلة، وهذه الأسئلة الجديدة لابد للمدرس أو المعلم خلال العام أن يجري صبرا، أو كل أسبوع صبر أو كل أسبوعين صبر على هذا النمط من الأسئلة كي يتعود الطالب على هذا النوع من الأسئلة. المدرسين المعلمين اطلعوا على نمط الأسئلة وقد وضحت لهم هذه الطريقة، ولا شك أن هناك الكثير من المعلمين لديهم الخبرة في هذا المجال. فنحن هذا الأسئلة أو هذه الأسئلة لا تشكل عبئا أو رعبا للطالب، على الطالب أن يعتاد على هذه الأسئلة كونها أسئلة سوف هناك المجال لنهاية العام، هناك المجال على المعلمين أو المدرسين أن يجروا بعض السبل خلال العام كي يتمكن الطالب من أو كي يتمكن المعلم من انتزاع هذا الخوف من الطالب تجاه هذه الأسئلة. أكيد، يعني نحن نتوسع أكيد بالأسئلة ونعرف الأنماط اليوم وهل هي بتناسب كافة المستويات، ولكن أستاذ خلينا نوضح كيف اليوم عم يكون استعداد المدرسين والمدارس بشكل عام للامتحانات. طبعا المدارس قد أعدت خطة للامتحانات، أعدت الأسئلة، أعدت كل شيء بما يتناسب مع مستوى الطالب كما يتناسب مع مستوى الطلاب. هناك وضع المعلمون وضعوا نماذج أسئلة، عدة نماذج. هذه النماذج لابد أن يكون قد وضعوا فيها بعض الأسئلة التي تتناسب مع الطريقة الحديثة. نحن لا نقول أن الأسئلة بشكل عام كاملة طريقة الأتمتة، هناك أدخلوا بعض الأسئلة تتناسب مع طريقة الأتمتة حكي يعتاد التلميذ أو الطالب في المستقبل على هذا النوع من الأسئلة. المعلمون والمدرسون كانوا قد جهزوا هذه الأسئلة ووضعت الآن في المدرسة قيد الطباعة وقيد التصوير. هذه الأسئلة أنا برأيي الطالب عليه ألا تشكل عبء على الطالب ولا تشكل رعب للطالب. هذه الأسئلة الطالب عليه أن يقرأ وأن يدرس وأن تكون دراسته دراسة للفهم وليس الحفظ البصم. صحيح، هي أهم شيء ممكن نحن نحكي فيه، إنه يمكن السنوات طويلة من التلقين للطالب بشكل كتير كبير تعود يحفظ مثل ما بنقول من الجلدة للجلدة. اليوم بهذا التغيير المهم واللي نحن بحاجة لإله، الطلاب يمكن كل شيء جديد ممكن يخافوا منه، كيف فينا نحضر الطلاب
بشكل تدريجي قبل ما نوصل للامتحان النهائي لحتى يمكن يعتادوا على هذا الأسلوب؟ مثل ما قلنا سنوات طويلة بالأسلوب القديم وفجأة كان في أسلوب جديد. نحن برأينا يجب على الأهل أولاً ألا يرعبوا أولادهم أن هذه الطريقة طريقة مرعبة وطريقة كذا كذا، أن ينتزعوا الرعب من داخل نفوس أولادهم أو أبنائهم. ثانياً على المعلم أن يشجع طلابه أن يعطيهم فكرة عن الأسئلة، فكرة عن نماذج الأسئلة، أن يجري أكثر من اختبار لو خلال العام على الطريقة الحديثة. نحن علينا كمعلمين وكأهل علينا أن لا نزرع الخوف في نفوس أبنائنا. هذا الرعب قد يشكل عبئاً آخر العام وأثناء الامتحان. إذن نحن كمعلمين وكمدرسين وكأهل هؤلاء الطلاب علينا ألا نشعرهم بالرعب والخوف. ثانياً هذا الطالب عليه أن يدرس وكأن شيء لم يحصل، كان شيء لم يتغير. عليه أن يدرس وأن يحفظ، أن يحفظ ويفهم. نعم. وليس الحفظ فقط، أن يدرس ويحفظ ويفهم الفهم قبل الحفظ البصم. يعني حضرتك مشرف تربوية ومدير مدرسة، واليوم نحن يمكن عم نركز على التعديلات اللي طرقت على المواد لطلاب الشهادات الثانوية. اليوم صارت أغلب المواد أتمتة، إذا فينا نقول، يمكن حضرتك ذكرت قبل الهواء أنه تقريبا حتى العربي صارت أتمتة. اليوم الأتمتة بتلاقي في صعوبة اليوم عند الطلاب أنه الأجوبة بتكون متشابهة. هل هذا الشيء ليش أنه طرقت هي الفكرة أنه تكون أتمتة؟ هل هي أفضل اليوم من التقليدي برأيك؟ الأتمتة هي عبارة عن طريقة نحو الأحدث الحداثة، وعلى الطالب أن يعتاد على هذا النموذج، ثم أنه في الجامعة سوف تكون أسئلة كلها الطريقة الأتمتة، فعلى الطالب أن يستعد للجامعة على هذا النمط الأسئلة. الأسئلة الأتمتة لا تشكل عبئا ولا رعبا على الطالب، الطالب عليه أن يعتاد على هذه الأسئلة. طريقة أتمت الأسئلة هي طريقة نحو الأفضل ونحو الأحدث. بالنسبة كمان لوقت الامتحانات، هل تم إعادة دراسة وقت الامتحانات؟ يمكن متعودين على أيام الجامعة، يمكن يكون الوقت أقل لما بتكون أتمتة، فهل هذا الشيء رح ينطبق على البكالوريا أو الساعات رح تكون هي نفسها مع التعديل على الأسئلة؟ كما ذكرت نحن الآن في منتصف العام الدراسي، هناك ما زال متسعا لنهاية العام. هذا الفاصل الزمني في الفصل الثاني هناك لابد أن يقوم المعلمون بعدة اختبارات خلال العام. مثلا كمعلم الحلقة الدنيا، معلم الحلقة الدنيا عليه مثلا أن يجري كل أسبوع اختبارا سبرا. هذا الأسبوع أقام سبرا مثلا في مادة الاجتماعيات، في الأسبوع القادم أقام سبرا بل يكون اللغة العربية. إذا نحن هنا عندما نجري أكثر من سبع خلال العام الطالب يتهيأ ويعتاد على هذا النمط. هذا النمط كما أسلفنا لا يشكل عبئا، هذا النمط سوف خلال العام وخلال القيام بأكثر من سبر سوف يأتي الامتحان النهائي، والطالب قد لديه إلمام بهذه الأسئلة ولديه معرفة هذه الأسئلة، وسيجدها أنها طريقة حديثة وطريقة جيدة بالنسبة له. تمام، يمكن خلينا نقول هي النماذج فيها شوي من الجانب الإيجابي. اليوم بتلاقي أستاذ الطلاب قبل الامتحانات يعني نسبة يمكن قليلة أو كتيرة بيكونوا عم يدرسوا الملخصات، نماذج قديمة، شو عم يحكوا رفقاتهم، شو في أساتذة عطوهم توقعات. يمكن هذا الشيء هلأ خلص ما عاد فيه موجود، صار لازم الطالب يتهيأ كليا للامتحان. طبعا الان نحن بهذه الاسئله انتقلنا من موضوع الحفظ البصم. تمام. وطبعا كان ياتي الطالب يحفظ الملخصات بصما، ياتي للامتحان وهو كل دراسته معتمده على الحفظ البصم. الان سيعتمد الطالب على الفهم، هناك عده اسئله سيختار الجواب الصحيح. هنا الطالب ان يختار الجواب الصحيح لابد له ان يكون قد درس بطريقة الفهم لينتقي الإجابة الصحيحة. وهنا الحفظ البصم قد قضي طبعا وانتهينا منه.
اليوم كثير من العالم او الطلاب ممكن يسالوا انه ممكن شو هي الصعوبات اللي ممكن تواجه الطالب او حتى المدرسين بانتقاء اسلوب جديد بنماذج الامتحانات؟ هي الجد قديش يمكن، هل ممكن انه تكون في تساهل بالمقابل مع الطالب؟ دائما هذا السؤال نحن بنسمعه بما انه هي اول سنه تجريبيه لتغيير نوعيه الاسئله ونماذجها. كونه بدايه هذا العام او هذا هذه الاسئله كون هذا العام الأول الذي طبق فيه، نحن نرى أن على المعلمين وعلى المدرسين أن يشجعوا طلابهم، يشجعوا تلاميذهم. هنا قد يكون هناك بعض الصعوبات، ولكن المعلم والمدرس الذكي هو الذي يستطيع أن ينقذ طلابه من هذه الرهبة لهذه الأسئلة. المعلم القدير هو المعلم الذي يستطيع أن يعود تلاميذه على هذا النمط. لا أخفي لك أن هناك كثير من الطلاب الآن، وأنا سمعتهم، يتأففون من هذا النمط. لماذا تتأفف؟ على الطالب عليه أن يدرس ويفهم. نعم. فمهما كانت الأسئلة سوف يجيب عليها. بس عفواً أستاذ، خلينا نسأل عن موضوع يمكن شفناه هايدي كثير بالفترة الأخيرة عم يحكوا عنه، أن تم إلغاء الدورة التكميلية. صحيح. شو مدى صحة هذا الموضوع؟ الدورة التكميلية صراحةً أنا برأيي إلغاء الدورة التكميلية يعني جاء في المكان المناسب. هناك الكثيرون من الذين كانوا يأتون الدورة التكميلية ويشكلون عبئاً على العملية التعليمية. هناك الكثيرون من الذين جاءوا للإكمال معتمدين على أساليب يعني غير منطقية من أجل أن يحصل علامات أكثر. صحيح. كي ينجح. صحيح. الآن هذا الغاء العملية الدورة التكميلية هذا جاء من حسن حظ الطالب المجتهد. يعني تم تثبيته؟ مبدئيا تم تثبيت والغاء الدورة التكميلية. نعم. أكيد أستاذ، بما أنه حكينا عن طلاب الشهادة الثانوية خلينا نحكي كمان عن طلاب التاسع. اليوم في تعديلات طرقت اليوم على المواد الدراسية أم لا؟ الشهادة الإعدادية أو الشهادة التعليم الأساسي لا أظن أن هناك أي تغيير على نمط الأسئلة. أعتقد أن نمط الأسئلة فقط للشهادة الثانوية. كمان خلينا نحكي عن المواد، هل دخلت كلياتها بالأتمتة مواد الشهادة الثانوية أم تدرس بعض المواد ليطبق بشكل كامل فيما بعد؟ الآن في الامتحان النصفي تدرس بعض المواد ليطبق عليها نظام الأتمتة. طبعا أكيد لا أظن أن هناك كل المواد ستكون مؤتمتة. البعض، وهناك دراسة من أجل الامتحان النهائي. الآن سيجرب هذا النمط على بعض المواد. تمام. نحن هلا بشهر الانقطاع والتحضير للامتحانات، شو فينا نعطي نصائح اليوم للأهالي والطلاب لحتى ينظموا أوقاتهم أكثر ويعرفوا يدرسوا بطريقة صحيحة؟ أنا أتوجه أولا للأهالي. على الأهالي أن يشجعوا أولادهم، أن يشجعوا أبنائهم، أن يعملوا على تشجيعهم، وكما أسلفنا بعدم شعورهم بالرهبة نحو هذه الأسئلة. اثنين، على أولي الأمور أن يوجهوا أولادهم نحو الطريق الصحيح، أن ينظموا، أن يطلبوا من أبنائهم أن ينظموا أوقاتهم. هذا أوقاتهم طبعا حرصا على مستقبلهم. وكلما نظم الطالب وقته كلما نال درجة أعلى وحقق ما يريد. تنظيم الوقت بالنسبة للطالب هو أهم شيء للطالب، وأن يلتزم بهذا التنظيم. تنظيم الوقت هو الشيء الضروري والمهم للطالب. أستاذ، لما نحكي اليوم عن هي التغييرات الجذرية خلينا نقول بنماذج الأسئلة فيما بعد، هل يتم دراسة نتائج هذا التغيير ويؤخذ بعين الاعتبار يمكن إن كان هناك نقاط سلبية بهي النماذج ويعاد ترميمها فيما بعد، أم هي الخطة ممكن تكون خطة دائمة وأي نماذج أسئلة ممكن يكون فيها بعض نقاط الضعف؟ أي شيء جديد له نتائج سلبية وإيجابية. نعم. شو تتوقعوا نتائج سلبية بهيك نماذج؟ النتائج السلبية أنا لا أظن أن النتائج أو نتائج الطلاب ستكون مختلفة عن نتائج الطريقة أو النمط القديم. نعم. النتائج الطلاب سيلاحظون غدا عندما تصدر نتائج أن نتائجهم لم تختلف كثيرا عن النمط القديم، ولكن هناك إذا كان هناك بعض ال 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 التقصير او كذا هذا يعود
كما أسلفت إلى خوف الطلاب من هذا النمط. بس الخوف هو العائق. هو الخوف العائق. الطالب الآن الطلاب أنا أسمع الطلاب يتأففون ويتزمرون من هذا النمط. لأنه يمكن نسمع كثير هايدي قديش يمكن هي طريقة الأسئلة بدها دقة كثير عالية بالدراسة ونبحث عن التفاصيل دائما، لأنه مثل ما قلت هايدي يمكن كثير الأجوبة ممكن تكون متشابهة لحد بعيد. يعني نحن تحدثنا أن التلميذ أو الطالب عندما يدرس وبطريقة الفهم فأنه لن يخطئ. طيب في حال هي الطريقة أو هي النماذج حققت نتائج إيجابية كبيرة، ممكن نشوفها كمان بالمراحل الدراسية الباقية لأعمار صغيرة؟ ممكن، نعم ممكن، ممكن تطبق. نحن كمرحلة دنيا نطبق هذه الطريقة. نحن ندخل سؤال أو سؤالين ضمن الأسئلة، طريقة الاختيار ضمن الأسئلة طبعاً، وليكن مثلاً مادة الاجتماعيات أو مادة العلوم أو الديانة، ندخل مثلاً التربية الإسلامية ندخل سؤال يعتمد على مبدأ الأتمتة. نعم. برأيي شخصي حضرتك اليوم، برأيك شو هي أكثر المواد اليوم نحن بحاجة فعلية لنحولها إلى أسلوب أو نماذج الأتمتة، سواء بمرحلة التعليم الأساسي الإعدادي أو حتى الثانوي؟ أنا أعتقد أن المواد الأدبية هي أكثر وأسلس في النظام الأتمتة. المواد الأدبية أسلس. تمام، بس أستاذ اليوم لما نقول أتمتة ونقول رياضيات أو فيزياء مواد علمية، يعني الطالب لازم يكون عملي أكثر، يحل ويحسب أرقام. هل هذا الشيء اليوم يمكن يكون صعب بالأتمتة ويفوت طالب يعني بتشويش كتير كبير؟ عندما يتمرن الطالب خلال العام على هذا النمط، فإنه في نهاية العام في الامتحان الأخير فيجد الأمر أمرا عاديا. نحن الطالب سوف يصاب بعملية التشوش عندما أو إذا لم يجرب هذا النمط. عندما يجرب هذا النمط خلال العام فإنه سيصبح أمر قد اعتاد عليه وأمرا عاديا بالنسبة له. بالنسبة للأطفال يلي أو لفئة الشباب، ما بدنا نقول الأطفال اليوم يلي عم بتابعونا خاصة المرحلة الثانوية هايدي، ومتخوفين شوي من هي النماذج وعم يقولوا ما بدنا شيء جديد، شو بتحب توجه لهم؟ يمكن خلينا نقول نصيحة جوهرية اللي هي أساس نجاحهم، هي أساس نتخطى هذا النموذج الجديد بنجاح بدل ما تكون نتائج سلبية مثل ما البعض للأسف متوقع أن تكون. أنا أنصح هؤلاء الطلاب أن يدخلوا إلى الامتحان، أن يدرسوا، أن يحفظوا، أن يفهموا، ويدخلوا الامتحان وكأن شيئا لم يتغير. يدخلوا الامتحان سيجدون أمور جيدة وبالعكس ستكون لمصلحتهم. المهم أن يدرس التلميذ الطالب أو التلميذ أن يدرس وأن يفهم جيد. عندما يدرس ويفهم جيدا سوف يجد أن الأسئلة بالنسبة له أمرا يسيرا وسهلا. أستاذ امبارح أنا على مواقع التواصل الاجتماعي شفت نموذج لمادة الفلسفة من الوزارة بالأتمتة، هل كمان باقي المواد صارت موجودة اليوم نزلتها الوزارة أم لسه في مواد قيد التشغيل؟ أنا لاحظت على الفيسبوك أيضا اللغة العربية أيضا هناك مواد أخرى أيضا، يعني شو تم الاطلاع عليها؟ اللغة العربية في أيضا لاحظت على مواقع التواصل، لاحظت الفلسفة كما ذكرت، ولاحظت أيضا مواد مثلا الجغرافيا، مواد التاريخ إلى آخره. برأيك قد ايه مهم اليوم الطالب يمكن بأي نموذج أو اختبارات قبل ما نوصل يمكن للامتحان النهائي وتكرار هي النماذج، هي يمكن بتمرنه بتساعده نفسيا على أنه يطلع على أسلوب جديد بهي الامتحانات، حتى نحن ما ننتظر يمكن الامتحانات الفصلية، يعني يمكن كل فترة يرجعوا الأساتذة والمدرسين يعملوا نماذج مشابهة للامتحان الأخير؟ لا، نحن الآن في الامتحان الفصلي النصفي، هذا طبعا تجربة للطالب. هناك أثناء العام ما بين الامتحان الفصلي والامتحان النهائي لا مانع أن يقوم المعلم بإجراء اختبارات على النمط الأتمتة. هذه الاختبارات لو في الفصل الثاني أجرى اختبارين خلال العام، هذه الاختبارين اختبار الفصل الأول
كفيلة أن يتعلم الطالب وأن يعتاد على هذا النمط من الأسئلة. نعم، يعني بنهاية حديثنا بدنا نشكرك جزيل الشكر أستاذ على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. يا رب تكون هي السنة سنة خير على كل الطلاب، وناطرين يمكن النتائج الباهرة، خلينا نقول رغم كل هي الظروف وكل هي الصعوبات، لكن أكيد في تفوق وفي نجاح وفي مستقبل كتير حلو بانتظار طلابنا. تحية لكل المدرسين اللي عم يقوموا بعملهم على أكمل وجه، وبدي أشكرك مرة ثانية أستاذ. يعطيك العافية أستاذ محسن. أتمنى كل النجاح لطلابنا ولأبنائنا، وأنا أعود أذكرهم لا شك هذه الأسئلة رهبا أو رعبا لهم. شكرا لك ولجهودك ولكلامك المطمئن اليوم لطلابنا وأهاليهم. شكرا لك. أهلا وسهلا.